السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا في حلقة جديدة من حلقات الهجرة والمهاجرون. تعرفنا في الحلقات السابقة على مجموعة من المهن المطلوبة بكثرة لا في كندا لا في مقاطعة مانيتوبا، وكما شفتوا 9 مهن مطلوبة بكثرة في مقاطعة مانيتوبا بالإضافة إلى 15 مهنة اللي ضمن الفيديو السابق اللي تحدثنا عليها واللي ما كانش تفاعل كبير من طرف مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا، ما عرفتش السبب. لكن اليوم في هذه الحلقة تاع اليوم غتكون حلقة مفيدة إن شاء الله، غادي نتحدثوا من خلال على واحد المدينة اللي تحدثوا فيها مجموعة من اليوتيوبرز، هي مدينة كتوقع في هذه المقاطعة اللي أنا فيها مقاطعة أونتاريو، يتعلق الأمر بمدينة سادبيري. هذه المدينة اللي هي مدينة صغيرة وفي حاجة العمال في مجموعة من القطاعات غادي نشوفوها في هذا الفيديو، فلكتي كتسأل على هذه المدينة ونصحوا مجموعة من المغالطات. كاين مجموعة من الإخوان من يوتيوبرز اللي كيتحدثوا على بدون حساب بنكي، فإلا شفتوا الفيديو من الأول حتى الآخر غادي تعرفوا هذه المدينة أشنهي الشروط اللي خاص أي واحد باغي يقدم عليها، بالإضافة أن كاين حساب بنكي ضمن الشروط، حيث كاينين جوج شروط. الشرط الأول متعلق بالكوميونيتي في هذه المدينة اللي من خلال واحد السيستم ديال التنقيط مجموعة من النقاط إلا كنتي أنت بوحدك ولا كنتي مع الزوجة ديالك. الشرط الثاني واللي كيغفلوا عليه مجموعة من الناس هو الشرط تاع الفيدرال، فالفيدرال طالبة مجموعة من الشروط ومن ضمن هاد الشروط كما غادي نشوفوا الحساب البنكي، اللغة، معادلة الشهادة ومجموعة من الشروط اللي غنتعرفوا عليها في هذه الحلقة. فلكتي من الناس اللي كيبحثوا على مدينة اللي هاجروا ليها بمجموعة من الشروط، فتبع الحلقة من الأول حتى الأخر، ولا عندك أي سؤال أو استفسار خليه تحت من الفيديو وإن شاء الله نجاوبكم في القريب العاجل. بالنسبة للمعلومة اللي دائما كنقولها لكم، فما تبخلوش على قناة صوت المهاجرين في كندا بالتعليقات ديالكم، بالإعجاب ديالكم من الفيديو، تعليقات اللي كتخلي أنني نشاهد ونزيد من التطور تاع المحتوى تاع القناة، تعليقات بناءة، تعليقات اللي نقد ناخذ منها مجموعة من الأمور اللي تفيدكم وتفيدني تا أنا مستقبلا. لكن تعليقات اللي ما عندها تا إفادة فلا داعي للكتابة ديالها. نمشيو الآن الموقع الرسمي تاع هاد المدينة وغادي تعرفوا مجموعة من الشروط، إعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة، الناس لأول مرة كيشوفوا فيديوهات قناة صوت المهاجرين في كندا فمرحبا بكم، ما عليكم غير الضغط على زر الجرس ويوصلكم جديد هذه القناة اللي دائما كدير المستحيل أنها تربي جميع أو معظم مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا اللي كتجمعني بهم صلة وكتجمعني بهم واحد علاقة صداقة خاصة. فنمشيو الموقع وارجع لكم عاوتاني ان شاء الله. الموقع الرسمي تاع المدينة اللي تحدثت لكم عليها في بداية هذه الحلقة واللي هي مدينة سادبيري اللي كاينة في مقاطعة أونتاريو. مجموعة من المعلومات المهمة غنتعرفوا عليها في هذا الفيديو، فما عليكم غير تشوفوا الفيديو من الأول حتى الآخر باش كل شيء يخرج باستفادة.
فهذا البرنامج في هذه المدينة داخلة في البرنامج التجريبي ديال الهجرة الشمالية والريفية اللي كنت تحدث عليه ما هي مرة ما هي جوج في الفيديوهات تاع قناة صوت المهاجرين في كندا. هذا البرنامج كما غتشوفوا هنايا فهو ممدد إلى غاية أكتوبر 31 2022 كما كتشوفوا هنا. المدينة فيها تقريبا 165,000 في الكثافة السكانية ديالها. هنا باش تدخل يا إما كتدخل عن طريق مشغل أو عن طريق مرشح. فهنايا غادي نضغطو على مرشح، فهنايا غتعطينا مجموعة من المراحل اللي كتمر بها الاستمارة ديالك. فقبل ما نعرفو التنقيط وكيفاش نديرو الاسسمنت ديال الكفاءات اللي عندنا، فغادي ننزلو لتحت وغادي نشوفو اشنا هي المهن المطلوبة واللي عندها حظوظ كبيرة انها تقبل في هاد المدينة اللي كما قلت لكم كاينة في مقاطعة اونتاريو. فمجموعة من مستويات العمل كما كتشوفو هنا، تسيير، كاين المالية، كاين الطباخين، كاين الجزارين، كاين مجموعة من المهن كما كتشوفوا بالمستويات تاع العمل او النوك اللي دائما كنتحدثوا عليه. فبالنسبة للمراحل، المراحل اول شيء خاص تكون عندك شروط باش تقبل في الفيدرال. كما قلت لكم في البداية كاين شروط خاصة بالفيدرال وكاين شروط خاصة بالكوميونيتي ولا بالمدينة اللي كنتحدثوا عليها. فبالنسبه للفيدرال، وهنايا الخطأ اللي وقعوا فيه مجموعه من اليوتيوبرز اللي تحدثوا على هذه المدينه، فملي كندخلوا هنايا في الشروط فكاين اللي كيكتب تحت من الفيديو ديالو ما كاينش الحساب البنكي. فملي كنزلوا هنايا كما غتشوفوا معايا فكاين مجموعه من الشروط. الشرط الاول كما كتشوفوا خاصة تكون عندك تجربة العمل، الشرط الثاني اللغة، الشرط الثالث الدراسة، والشرط الرابع كما كتشوفوا هنا بروف يو هاف اناف ماني، يكون عندك الحساب البنكي. واللي مجموعة من الفيديوهات اللي شفتها كاين فيها مجموعة من المغالطات وبغيت نصحح هذه المغالطات. كاين النية انك تعيش في المدينة او في الكوميونيتي لان هذا داخل في البرنامج تاع الهجرة التجريبي، البرنامج التجريبي للهجرة الشمالية والريفية. آخر شيء هو الشروط تاع الكوميونيتي او تاع المدينة اللي غادي نتعرفوا عليها. فالشروط معروفة، بالنسبة للغة، بالنسبة للعمل خاص يكون على 1562 ساعة. بالنسبة غادي ندوزو بسرعة على هاد الشروط لان تحدثنا عليها ما هي مرة ما هي جوج. بالنسبة للريكويرمنت تاع اللغة كما كتشوفوا النوك زيرو او الا فخاصو يكون عندك سي ال بي 6، بالنسبة للنوك بي خاصو يكون عندك 5، وبالنسبة للنوك سي والدي اللي كيتعتمد على الحرفيين بصفة عامة فما كيطلبوا غير المستوى 4. بالنسبة للدراسة خاصو يكون عندك معادلة تاع الشهادة. وبالنسبة الحساب البنكي ملي غنضغطو هنا غيعطينا واحد الجدول كما غتشوفوه هنا واللي كيبين شحال خاصو يكون عندك. لا كنتي شخص واحد خاصو يكون عندك 9096 دولار، خاصك تضربها في 7 الا بغيتي تشوف شحال فيها تاع الدرهم بالنسبه للناس تاع المغرب. بالنسبه للدول الاخرى فتشوف التحويل تاع الدولار الكندي شحال بالنسبه للدوله ديالك. هنايا جوج الاشخاص 11323، وهذا كيبين بالوضوح انه ولا بد من الحساب البنكي. فما كاينش شي برنامج تاع الهجره بدون حساب بنكي كما جاء على لسان مجموعه من الاشخاص اللي تحدثوا على هذه المدينه او اللي تحدثوا على مجموعه من المدن واللي كيقولوا ما كاينش حساب بنكي. بالنسبه للكوميونيتي كاين مجموعه حنا سادبري كما كتشوفوا هنا اللي كاينه في اونتاريو، فملي كتضغط على اللينك فكتدخلك للصفحه او الموقع الرسمي تاع هذه المدينه. نرجعوا للثاني ونشوفوا الشروط المتعلقه بالمدينه. فهنايا كيجيو شروط تاع التنقيط، فملي كتدخل لهذا الفورم هذه كداونلودي فكيعطيك هنايا مجموعه من التنقيط بالنسبه للسن. اذا كان عندك مثلا من 10 الى 12 نقطه. بالنسبه للغه، اذا كان عندك اكثر من
المستوى السادس او اعلى منه فكتاخذ 15 نقطه. بالنسبه للدراسه اللي كان عندك سنتين وكان عندك دبلوم كندي او اكثر ولا دير المعادله تاع الشهاده للدبلوم اللي عندك فكتاخذ 15 نقطه. بالنسبه للورك اكسبيرينس، الورك اكسبيرينس او التجربه العمليه فما بين سنه حتى 5 سنوات فكتاخذ 15 نقطه، اذا كان عندك اكثر من 5 سنوات فكتاخذ 25 نقطه. فهذا هو التنقيط اللي كاين، كاين مجموعه من الشروط كما كتشوفوا. وبالنسبه نزلوا الاخر تاع الصفحه باش ما نطولش عليكم، يمكن اي واحد يدخل لهذا الموقع اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف ويعرف مجموعه من الشروط وكيفيه تحصيل النقط. بالنسبه اذا كانت عندك الزوجه معاك فخاصو يكون عندك 95 نقطه، اذا كنتي بوحدك بدون زوجه 75 نقطه. هنا كما كتشوفوا بالنسبه للسن هنا كيعطيوك توضيح مهم بالنسبه للسن، اذا كان عندك ما بين 25 حتى 30 سنه فكتاخذ 10 نقاط، ما بين 31 حتى 35 فكتاخذ 15 نقطه، ما بين 36 حتى 45 سنه فكتاخذ 20 نقطه. وهنا باش ما نطولش في الفيديو فيمكن لكم تقراو هذا البي دي اف وتاخذوا جميع المعلومات المتعلقه بهذه المدينه. نرجعوا نشوفوا المراحل اللي كدوز بها الاستماره ديالك. هنا كاينه هاد الاستماره ما قلتش نفتحها لان ما عنديش البي دي اف، ما كيفتحش ليا هاد النوع تاع الاستمارات، لكن استماره سهله يمكن تشوف التنقيط ديالك، تشوف بان انت مقبول في الشروط اللي حاطها الفيدرال، فمن ذلك كتملأ الاستماره وكتبعتها. عندك مجموعه من الاستمارات كما كتشوفوا هنايا، خاصك هاد الوثائق يكونوا مع الاستماره اللي كيسيبورتيو الاستماره اللي ملأتي، الريزيمي ديالك، البروف على الايج، هنا عقد الازدياد مثلا، الورك اكسبيرينس خاصك تكون مع الضمان الاجتماعي، اللانجويج خاصك تدوز امتحان. بالنسبه لمعادله الشهاده فكما تشوف الفيديو اللي حطيت مع واس، يمكن اي واحد يشوف الفيديو من ا تال زد وتعرف جميع المسائل المتعلقه بمعادله الشهاده. يكون عندك عرض عمل من احدى المشغلين اللي كاينين في المدينه او في المقاطعه. هنا كاين مجموعه من الوثائق كما غتشوفوا باش ما يكونش الفيديو طويل، فكنعطيكم غير الامور المهمه والمهمه جدا، ومن بعد يمكن لك تحصل على الاقامه الدائمه بطبيعه الحال الى كان كل شيء الشروط. وهنا كيفيه التقديم على الاقامه الدائمه. بالنسبه لجميع الامور الاخرى يمكن اي واحد يدخل الموقع الرسمي ويمكن انه يشوف الامور اللي كتكلم عليها هذه المدينه واللي طالبها في الناس اللي باغين يجيو لمقاطعه اونتاريو. فاخوتي غنخلي لكم اللينك تحت من الفيديو، اللي عنده اي سؤال يتفضل مرحبا به. اخوتي كيما شفتوا حلقه ممتعه ومهمه، من خلالها تعرفتوا على الشروط الاساسيه للتقديم على هذه المدينه اللي كما قلت لكم كتوقع في هذه المقاطعه اللي تحولت لها هي مقاطعه اونتاريو. شروط تاع الكوميونيتي وشروط تاع الفيدرال، فمجموعه من الشروط. شروط تاع الكوميونيتي كما شفتوا عباره عن التنقيط، السن، اللغه، معادله الشهاده، الاكسبيرينس، النيه انك بغيتي تهاجر لهذه المدينه، بالاضافه للفيدرال فنفس الشروط، بالاضافه للحساب البنكي، ولا بد ما يكون عندكم الحساب البنكي. حاولنا اننا نصحوا مجموعه من المغالطات اللي كتقول بان هذه المدينه بدون حساب بنكي، فإذا كانت المدينه ما كتطلبش حساب بنكي فالفيدرال كيطلب الحساب البنكي، وكمعلومه على هذا الحساب البنكي فما كاينش شي واحد غياخذ لك فلوسك، هي كتحط في الاكونت ديالك وكتبين لكندا انك ما جايش باش تاخذ المعاونات ولا باش تاخذ المساعدات من كندا، فجاي باش تخدم وعندي انا باش نعيش لمده 3 اشهر بما تاقلمت مع الجو تاع كندا، وبالتالي يمكن انني نلقى العمل ديالي اللي جيت على قبله. فاخوتي الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تبارك الله عليكم ونشوفكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. تبارك الله عليكم، دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.